فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لو حجة لو ما أنزل الله ما يكفتهم من جهة العمل والشريعة، لا يكفي في الاحتجاج عليهم يوم القيامة. نعم، والعمل يكون بالشرع المنزل المفصل في القرآن وفي السنة. نعم.